بغيتش نشتت الشمل ورجعت وكنخدم وانا في هذيك الحاله وكنهبط ولا قسم الله كنجيبها له. المهم ما كنخلي ليا درهم عرفتي، ما كنزيد ليا حتى شي حاجه. مور دابا راني ولدت، شنقول لك ولدت دابا على 7 شهور. الولد مسكين راه في القرعه، دا حوايجو كاملين ودا شي حويجات كان زادهم، قال لك حقا ديالو وداكشي. خلاني على الارض، خلاني واحد البونجا وطبيله صغيوره، واش غنقول لك تام لما. المهم ما عندي حتى شي حاجه، والتحاليل عطاوهم لي في الطبيب. قلت لهم انا ما عنديش باش غنديرهم، هما عطاوهم لي انا حدا المختبر هو خرج، قالوا لي 600 درهم ما عنديش باش ندير لهم. صيفط اوديو لواحد البنت صاحبتي كي ما تينعتنيش الشاب سميتي، قال لها قولي لهذيك القرده انا راه هذاك الولد ما غنعترفش به. شوفي سمحي لي اختي، هذا الاوديو هذا وري ديك القرده اللي جايبها الكرش ديال الحرام، وريها لها الله يسهل عليك لحق اسران حيد المرشا. قول لك يقسم لك فمه بالله لشان عظيم الحلوف ديال الرجال. قول لها تيصيفط لك الحبس بهذيك الكرش اللي جايبها له. انا يلاه ضربه معايا 6 شهور ونص ولا 7 شهور، طوطال 7 شهور كاع. لا لا طرطرت 7 شهور وهي جايب الكرش فيها 9 شهور. قول لها قسما بالله تيصيفط لك الحبس والولد، والله غير تشجل في تميجي ولا تشجل. بغيتو يخرج هذيك التحليل هاد لا دي ان لحقاش الولد ولدو، ويتعاقب على هاد الهضره اللي كيقول، ويتعاقب على المسؤوليه اللي سمح فيها بوحديتي وسمح في البنت. وديجا فايت كيسمح في البنت ماشي اول خطره. السلام عليكم، انا واحد السيده مهم كنت مجوجه بواحد السيد مازال لحد الان مجوجين، 6 سنين ديال الزواج هكاك طالعين في 7 سنين، وعندنا بنيته عندها 3 سنين يلاه كملاتها دابا في شهر 4. كنا تفاصلنا واحد المده، ولاني ماشي نفاصلنا زعما على حسب زعما طلقنا ولا وصلنا ما وصلناش الدوسي ديالنا سميتو المحكمه. كنا درنا طلاق اتفاقي مده دابا قولي قول هي هاد العام هذا فين، هي هاد العام هذا دابا فين داز. المهم ما دفعناش الدوسي ولينا تصالحنا رجعنا. المهم شهر 8 فاش كنا رجعنا، كنا كنرجعوا ونتفارقوا، رجعوا ونتفارقوا فين استقرنا هذه المده هذه كامله انا وياه، وجاب حوايج وسكننا كاملين وكرينا في دار. انا اللي كريت كنت خدامه، هو علاقه الحال كيبيع ويشري عنده فراشه في الارض فهمتيني. هو ولد مكناس انا بنت مكناس، ولاني من نهار اللي جينا انا وياه لطنجه هذه المده كامله ما عليناش. مول الدار عارفني انا اللي كان انا اللي كنخلص الكراء، انا اللي كنخلص كل شيء. مول الدار يعني كل شيء غايقول لهم. فاش كنت خدامه انا عندي الدبلوم ديال ليستيتيف كولا كواف، كنخدم في الصالون. داك الشيء اللي قسم الله في النهار كي كنجيبو كنعطيه له، كنت غاده كاريه ب 1500 درهم في الشهر عاد الموضوع. المهم ما عليناش، فاش رجعت له هذه الرجعه هذه رجع هو طويل بالشنطه ديالو. انا اصلا لقاني يعني هذيك 4 شهور اللي كنت تفارقنا وياه فين كنا غادي ندفعوا للمحكمه، لقاني سميتو عندي الحمد لله فراش ديالي، عندي واحد الصاله على قد الحال، كوزينه يعني عندي كل شيء ديالي فهمتيني. فاش رجعنا قول شهر ما كملتش معاه، قلتها 20 يوم من مور فاش جاتني معاه يعني حق شهر. لقيت راسي حامله، ولاني داك الحمل ما كانش مستقر. كنت كنمشي كل خطره كيقولوا لي معاك، كنت كنهبط بالدم وداكشي، كنمشي كل خطره كيقولوا لي راه ما غاديش يعيش، راه طاح بقى النص. المهم كل خطره انا هزه 4 شهور وانا كنهبط يعني كنزف وداك الشيء، كنقول صافي ايش زعما راه غادي يجيني اجهاض وداك الشيء. عندي الوراق ديالي، عندي كل شيء، كتاب عاش، بقات كلشي كتكبر. بقيت في الخدمه ديالي ما خرجش. وقع بيناتنا واحد النقاش واحد اليامات، هبطنا للدار وقع بيناتنا نقاش. طلع فاش تبعته انا وداك الشيء لقيته باع لي كل شيء، رجعت على الارض رجعت ليها. ماشي مشكل، قلت هانيه وداك الشيء. دابا كلشي تخلف على وجه البنت، وجه داكشي اللي في كرشي ما عرفتوش انا واش غادي فهمتيني غادي يموت ولا غادي يعيش ولا داكشي. ما بغيتش نشتت الشمل ورجعت وكنخدم وانا في هذيك الحاله وكنهبط ولا قسم الله كنجيبها له. المهم ما كنخلي ليا درهم عرفتي، ما كنزيد ليا حتى شي حاجه. ما عليناش، بقيت جالسه عايشه هكاك الفلوس هو كيشدهم يعني كيقضي بهم. المهم هو اللي كيصرف هو اللي كلشي. فاش كبرات لي كرشي ما بقيتش قادره نخدم، فاش دخلت في السادس ما بقيتش قدرت نخدم، جلست الارض. يعني هو اللي خصو قال لك صافي جلسي وداكشي، حتى هو قالك حقا انا نتكلف بالكرا انا غادي ندير. خلص هذاك الشهر الوحيد اللي خلصوه هو، ما نكذبش على الله. من موراه الشهر الثاني دابا فين غيدخل علينا ديال شهر جوج ديال شهر 3 ما خلصوش، خلص ديال شهر 2 ديال شهر 3 ما خلصوش. صافي كثر عليه المسؤوليه، كثر عليه كلشي. المصروف كان تيخلي ليا بصراحه 50 درهم في النهار، يعني خصو يجي يلقى بها العشاء الغداء كلشي منها. ليكوش قال لك البنت الحليب، قال لك هذا هو الجهد ديالو.
ماشي مشكل. مورا بقات المشاكل بيناتنا، المشاكل بيناتنا، كيقول لي هو الا كانت فيك النفس انا نخوي لك، هو ما عنده فين يخوي. انا قلت له انا ما غاديش نخرج من داري، غادي نبقى في داري. كانت كنحمقه كنسمح وكنمشي، دابا غنجلس في داري ما عندي فين غنخوي. سمع داكشي قلت له لا بغيتي خوي نتايا، سمع داكشي اللي كان جيت خرجت مشيت غير للحانوت نتسخر. بعدا لقيتو جماع حوايجه وداكشي. جات واحد الصباح كنت غادي نموت حقا شحالتي فهمتي، كنت ديما مريضه داكشي معرم لي لتحت، كنقدش نوقف الكرش عندي شويه كبير. المهم حالتي هبطت دوزت وداكشي الحمد لله، وليت شويه جلست سيمانه وليت طلعت. فاش طلعت صافي لقيتو جامع حوايجه وغادي يمشي الشوانط ديالو وداكشي. ما هضرت معاه ما تكلمت، داكشي اللي كان جاب موطور ومشد كلشي، دا حوايجو كاملين ودا شي حويجات كان زادهم قالك حقا دياولو وداكشي. خلاني على الارض، خلاني واحد البونجا وطبيله صغيره واش غنقول لك حتى ملما. المهم ما عندي حتى شي حاجه، والبنت بنتها هي معايا عندها سميتو وحامله واش غنقول. كانت عندي قولي 6 شهور ونص وكدا، دابا فاش دخلت في السابع واحد في 3 واحد شهر 3 شهر 4 هذا كملت 7 شهور. مور دابا راني ولدت، شغنقول لك ولدت دابا على 7 شهور. الولد مسكين راه في القرعه، شغنقول لك حالته حاله ديال ما عندي ما نقول، راني ما بغيتش. المهم بلا ما نعاود حالتي، دابا انا اليوم 40 باش ولدت، انا خرجت الولد مازال في القرعه وما حتى حال اللي كيعطيو عليا وما حتى حال اللي عطاوهم لي في الطبيب. قلت لهم انا ما عنديش باش غنديرهم، هما عطاوهم لي انا حدا المختبر هو خرج، قالوا لي 600 درهم ما عنديش باش ندير لهم. قال لك ما عندي ما ندير الولد في حاله خطر ضروري خصنا نشوفوا هاد التحاليل. المهم انا البارح عيطت للدار وما بغيتش نعيط له، واحد هو وخا نعيط له ما غيجاوبش، هو متبري صافي كلشي. فاش عيطت ليهم قلت لهم قولوا له داكشي، دابا هو ما صونش عليا انا، مصيفط اوديو لواحد البنت صاحبتي كي ما تينعتنيش حتى بسميتي، قال لها قولي لها ديك القرده انا راه هذاك الولد ما غنعترفش به، وهذاك الولد اللي مشات انا ما كنتش معاها. المهم هو الاوديو راه عندي وحقه هو اللي غادي يمشي ديكلاري وداك الشيء. دابا ما هادشي كامل انا بغيت السلطات بعدا يوقفوا معايا، بغيت ولدي الا مشى طرا له شي حاجه راه هو السبب، والولد ولدو بغيتو يجيبوه يديروا له التحاليل، بغيتو يخرج هذيك التحليله ديال الدي ان لحقاش الولد ولدو، ويتعاقب على هاد الهضره اللي كيقول، ويتعاقب على المسؤوليه اللي سمح فيا بوحديتي وسمح في البنت. وديجا فايت كيسمح في البنت ماشي اول خطره، راه من صغرها تقريبا يعني ديما معايا ديما هادي، واصلا ما عندوش الحق يتهم ملائكه مسكين في الكرش يقول بانه راه ولد الحرام خصو يتربى على هاد الهضره، والولد الا طرات له شي حاجه هو السبب. لحقاش بالفقصه ديالو بهذيك العيشه وبانني تا درهم وكرشي كبير وما نقدرش نخدم وما عندي لا حنان لا رحيم، بزاف ديال الهضر بزاف، راني اختصرت الهضره وخلاني ومشاو البنت. الناس داروا فيا الخير بزاف، الجاره ديالي مسكينه يعني كلشي دابا يبان، كانت كتجيب لي مسكينه هكا العشاء وتجيب لي الغداء، راجلها مسكين يعني كلشي كيجيب لي ديك جوج ليكوش في النهار، 3 كرتونات الحليب حتى هما على قد الحال. بصراحه ما فكرتش نطيح وما بغيتش، ما والله ما بغيت. واخا كانت الحاله ديالي خايبه وكانت العيشه ديالنا خايبه وكنا عايشين على قد الحال، ما لا ما بغيتش ما قدرتش ما بغيتش، قلت لا ما قلت خليه، الا كان ديال الدنيا غيبقى ولا كان ديال اللي دار الله هي اللي كاينه ما بغيتش لا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.